عصابة خطفت الدولة وتبعت بخطف السكان إلى السجون، وخطفت المرتبات والخدمات، وخطفت الشركات والمصانع والمؤسسات، ولا زالت تخطف أرزاق الناس ولقمة عيشهم لتسخر كل ما سبق لأسرة وجماعة إرهابية يقال لها جماعة الحوثي، لتنتهي بخطف الطائرات وتمنع عودة الحجاج. اختطفوا تاريخنا وأوهموا أبناء اليمن أنهم قد حكموا أكثر من 1200 عاماً كما يدعون. اختطفوا تراثنا فأحرقوا المكتبات اليمنية في عموم اليمن وزرعوا الخوف في كل مكان. اختطفوا الثورة والجمهورية ورموز النضال، واختطفوا الفرحة والبسمة من ثغور وشفاه أبناء اليمن جميعاً. اختطفوا خيرة شبابنا من الشوارع، واختطفوا خيرة أبناء اليمن من الجبهات، فقتلوهم ورحل أولئك شهداء، وسيفد هؤلاء قتلة يحاسبون بين يدي الله سبحانه وتعالى. تاريخها يقول بأنها خطفت التراث وادعت أنها أتت من عند الله لتحكمنا لتخطف الحكم. وأبناء تعز أكثر من اكتوى من خطف الحوثيين للطرق وإغلاقها عليهم لسنوات طوال، فهذا مذهبهم وتاريخهم الخبيث الذي بدأوه باختطاف نسب ليس لهم ولا يمتون إليه بصلة. اختطفوا الرمز السياسي محمد قحطان المناضل الذي كان يحاورهم بالكلمة والذي علمهم قيمة الكلمة. اختطفوه لأنه خالفهم في بعض رؤاهم. واختطفوا أخيراً الطائرات، وقبل ذلك وبعد ذلك اختطفوا بلداً بأكمله. ما لم نتحد جميعاً فإننا سنسقط في شركهم وسنكون ضمناً لهذا التآمر، تآمر الاختطاف ومسلسل الاختطافات. إياك أن تكون غبياً لتدعم داعياً وتناصره بكذبته، فبحسب خبرة اليمنيين بهذه الجماعة لا يتبعها إلا جهلة البلاد ومجرموها، وإن حاولت تجميل صورتها بفتح طريق واحد إلا أن أبناء تعز صاحين وموحدين ولن يقبلوا باختطاف قضيتهم العادلة من قبل جماعة حاولت اختطاف قضية غزة بعنتريات عرف اليمنيون كذبها.